ما يجيوش مش عارفين لأنه هذا المنبر حر يقول الحقيقة. وحاجة أخرى اليوم نركز فيها اليوم في إذاعة رباط اف ام منار اسكندراني هو وعبد السلام شكير. عبد السلام شكير استمع جيدا لما قاله منار اسكندراني، ثم عندما بدأ عبد السلام شكير في استعراض الكوارث نتاع اللي معناها خلفتهم ما بين ظفرين هذايا ثورة تونسية، غادر منار اسكندراني اللي هو معروف معناه يحب يسوق للناس كونه السيد هذايا سي منار اسكندراني اكثر الناس المتسامحين والمنفتحين، لم يقبل حتى انه يستمع الى الحقيقه المره نتاع الحركه نتاعو. وكذلك نحب نذكر اللي راهو هذا المنبر حر نقول الحقيقه، حاجه راهو كل الضيوف اللي يحضروا في هذا المنبر يقولوا